الخدمة بتاعنا النقل الحديدي أولا يعتمد على السلامة اللي هي لا سيكوريتي واللي هي معناتها عنصر من العناصر المهمة بالنسبة للنقل. مؤخرا ونظرا لعديد الإشكالات والتصرفات والسلوكيات إذا كان أمكن نقوله متاع بعض الأفراد المعزولي خاطر التصرف هذايا معناتها ظهر لنا في المدة الأخيرة ومن خلال الأشياء هذه والاعتداءات داخل مقرات الشركة على مستوى المحطات وعلى مستوى الرصيف وعلى متن القطار، التجأنا إلى انتداب أعوان تم معناتها تكوينهم تكوين موجه لحفظ الأمان على متن القطارات وممتلكات الشركة. الأولاد نتاعنا هذوما أولاد الأمان الحديدي ومشكورين، معناتها من الأشياء اللي هما رجعوها لنا على أساس كونه في القطار ما فماش حتى طريقة ولا آلية تنبأ ولا تعلم الفاقد البصر كونه راه وصل للمحطة المقصودة. وكما تعرف احنا بالنسبة لنا احنا فئات مجتمع الكل على قدم المساواة، من خلال معناتها الورشة اللي كنا حاضرين فيها كان ديجا المقترح نتاعي هو صعوبة إرساء مقومات الأمن والأمان على متن القطارات. هذه كانت المداخلة نتاعي ربما، وهنا احنا اللي قاعدين نخدمه بطريقة متواصلة على النواة الأولى اللي قلنا هي الأسرة، لكن احنا بما أننا ما نجموش نرجعوا للأسر نلتجيه للمدارس الابتدائية ونلتجيه للروضات ونلتجيه للمدارس الأعدادية اللي من خلالها نرسي ثقافة جديدة وثقافة أمنية. ما عادش نلتجيه لا لهنا ولا لهنا، وإن شاء الله الأمني اللي هو اليوم يحفظ ويسهر وفي كل الأوقات معناتها متاع اليوم على سلامة المسافرين وعلى أمانهم أولاً، لا سورتي لهنا اون فرونسي سي فو فولي. لكن اليوم قاعدين نشتغلوا وقاعدين نعملوا في عمليات تحسيسيه معناتها بالاشتراك مع وزاره الثقافه، بالاشتراك مع المجتمع المدني، باشتراك مع المنظمات مثل الكشافه مثل الغرف الفتيه، وقاعدين نحقوا في معناتها المخطط الاتصالي متاعنا في انجازات ان شاء الله ناملوا ديما معناتها تكون عند حسن الظن وما قالها إلا الخطوة الأولى والنواة الأولى واللي هي عليها باش نبنيو الثقافة الأمنية الإنسانية إذا كان نجم نقول